بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جميلة ومهمة جدا، وفاجئتني أنا على وجه الخصوص أكتر من يعني من معظم الحلقات اللي عملتها، إن تجد إن مادة طبيعية موجودة في كل بيت وفي كل مطبخ، وستات يعني كلهم بيستخدموها في الخبيز وفي عمل بعض أنواع الحلويات والحاجات دوكيكات والكلام ده، والمادة دي يثبت علميا انها من اكتر الحاجات اللي مفيدة لجسم الانسان، والنتائج اللي هنشوفها دلوقتي ونقولها حاجات مبهرة جدا وشيء عظيم جدا وحاجة مفيد، وانا بنفسي جربتها ولقيت نتائج هحكي لكم عليها. بس الاول يعني نقول انت لو بتشتكي من ايه وحاسس بايه الحاجة دي ممكن تفيدك. لو انت عندك التهابات في المفاصل، التهاب في جسمك كله، عضلاتك بتوجعك، الام شديدة، عندك الكلى تعبانة، عندك ألم في الأعصاب، الناس اللي دخلت قربت يعني يحصل عندها فشل كلوي، الناس اللي عندها أمراض زي السكر وبتأثر على الكلى عندهم، عضلاتهم بتبقى تعبانة وبيروحوا ياخدوا يعني فيتامينات كتير، وفي ناس كتير كانت بتكتب لي في التعليقات على فيديوهات سابقة، يا دكتور أنا عندي ألام في جسمي من أمراض السكر ومن غيره يعني، وباخد الأدوية اللي الدكاترة بتكتبها للحكاية دي للتنميل ووجع الأطراف والألم الشديد والكلام ده، باخد الملجا اللي هو فيه فيتامين بي 12 وفيه حاجة زي اسمها بينفوثايمين، مجموعة فيتامينات للأعصاب يعني، وباخد السيوتاسيد مركب اللي هو فيه الالفا ليبويك اسيد، ودي ماده مضاده للاكسده بتفيد الاعصاب وبتغذيها، وكان حاجات مفيده جدا ودواء كويس جدا، وباخد حقن دي بوفيت، حقن دي بوفيت اللي هي فيتامين بي 12 حقن، باخد كل ده ومع ذلك انا بحس بالم شديد وتعبان بدرجه بجهد بسرعه من اي مجهود، ما بقدرش اعمل مجهود كتير زي زمان، عضلاتي بتوجعني، السمانه رجلي بتوجعني، رجلي من تحت بتوجعني. الناس دي يعني تشتكي لي وانا ما كانش اعرف يعني حاجه غير اللي هم بياخدوه ده. فيعني ده انا دايما ببحث عن الجديد وبدور عليه، واذا كان في فايده للناس او على حتى طريق انها يوصل للناس فايده بحب اقوله واعرف الناس. وهنا بالذات في الفيديو ده ارجو لان الحاجه دي متوفره عندنا كلنا، ان الناس اللي عندها الحاجات دي تجرب وتقول لي، وانا هقول لكم على تجربتي الشخصيه فيها. هنروح سويسرا، مدينة جميلة جدا اسمها زيوريخ، فأكبر جامعة من جامعات العالم جامعة زيوريخ اللي منها 12 واحد واخد جايزة نوبل. هنروح ل يعني قسم الفسيولوجي، قسم وظائف الأعضاء، عند يعني طقم من العلماء الكبار جدا، يعني فيه منهم دكتور اسمه كارستن واجنر، وده يعني عالم كبير ناشر آلاف الأبحاث، والإتش إندكس بتاعته 75، إتش إندكس بتاعته 75 يعني ده رقم مهول، يعني بتوع الجماعة بتوع البحث العلمي يعرفوه. ومشترك معاه أو الـ 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 العالم الأساسي فيه عالم صغنون كده، واضح إن هو مش من أصل سويسري لأنه سمارة شوية، واضح إنه من أمريكا الجنوبية، اسمه بيدرو هنريكو إيمينيز سيلفا، بيدرو سيلفا. هتلاقي صورته عندك موجودة هنا، الشاب الصغير ده شد انتباهه أبحاث بتقول إن الصوديوم بايكربونات اللي هي البيكنج صودا، اللي هي صودا الخبيز أو الكربوناتو، مشهورة جدا موجودة عندنا في بيوتنا كلنا ورخيصة، يعني تمنها يعني أرخص ما يمكن، متوفرة والستات كلهم بيستعملوها. في شوية أبحاث سابقة للبحث العظيم اللي أنا هعرضه لكم ده، البحث لسه منشور حالا يعني ما عداش عليه أكتر من شهر، شهر وشوية، بتقول الأبحاث دي إن الصوديوم بايكربونات أو عملية إحداث قلوية للدم، رفع البي اتش بتاع الدم، خلي الدم قلوي شوية، أعالج حموضة الدم، أقلل حموضة الدم، حموضة الجسم، إن أنا أرفع القلوية فيه شوية، إن لقوها مفيدة جدا للكلى ومفيدة للجسم. محدش عارف ليه، فالراجل ده بتاع فيسيولوجي يعني بتاع وظائف اعضاء، هو وراجل واجنر اللي معاه، ولازم يعرفوا ليه، لان احنا لو عرفنا ليه ممكن نعمل ادويه كمان اقوى من البايكربونات دي تتوجه ناحيه الحاجات دي وتفيدنا اكتر في المستقبل. فابحث بقى بحث اتعمل وتكلف بدرجه، واشتراك مع ناس المان وناس من جامعه في ليتوانيا، يعني الاتحاد الاوروبي كله مشترك فيه ومتمول بدرجه كبيره جدا وخد وقت كبير جدا. ملخص البحث ده ان هم جابوا الاف الفئران، عدد كبير جدا من الفئران، وجابوا لها
مشاكل في الكلى، تعبولها الكلى، بيدوهم اوكزالات، وانتوا عارفين املاح، يعني الاملاح في اللي لما بتزود الاملاح في الجسم بتعمل حصوات في الكلى، والحصوات في الكلى دي بتدمر الكلى، فهم بوظوا لهم الكلى بان زودوا لهم الاملاح في الاكل، وحطوا لهم حاجات تخلي الاملاح دي تترسب في الكلى، بيبوظوا يعني بيعيوا الفار. طبعا بيبقى مجموعه كبيره عيانه، وبيخلوا مجموعه تانية ايه يعني مفيش فيها العاده، ومجموعه تانية العيانه دي يسموها جزئين، جزء ما يدوش البايكربونات، يسيبوا كليته بايظه كده ويشوفوا هيحصل له ايه، وجزء يدوه ميه بس يعني في الاكل، وجزء بقى هيحط لهم الكربوناتو دي على الميه اللي بيشربوها ويسيبوهم يشربوها، ويتابعوا بقى يشوفوا ايه اللي بيحصل، هل في تحسن في وظائف الجسم، هل في تحسن في الكلى، والتحسن ده مقداره قد ايه، ويفصلوا بقى الدم ويفصلوا عينات ويفصلوا الكلى ويحلل بقى ويشوف ايه اللي حصل. لقوا مفاجآت لا تتخيلها حصلت عند جسم الناس دي. اول حاجه ان البايكربونات اللي ادوها للفرندي حمت الكلى، بل كمان رجعت الكلى التعبانه لوضعها الطبيعي، ودي نصيحه لكل الناس اللي كليتهم بدات تتعب، وكل الناس المرضى السكر، لانه معروف السكر بيدمر الكلى وممكن يوصل ان الكلى تفقد وظيفتها خالص، وكل الناس مرضى الضغط، بس دول هبقى لهم تحذير في اخر الحلقه هقوله ان يا جماعه ان الضغط العالي بيبوظ الكلى، فاخدوا بالكم احنا دلوقتي بنتكلم في الموضوع ده. فلقوا ان البتاع ده بيحسن الكلى بدرجه كبيره جدا، وبيقلل الافرازات اللي بتطلع من الكلى تبوظ الكلى. في الكلى لما بتتعب بتطلع حاجات ترفع ضغط الدم، الجماعه بتوع الطب بقى هنقول اسمهم انجيوتنسين ورينين، الحاجات اللي بتعمل انقباض في الاوعيه ترفع ضغط الدم، لقوا انها بتقلل الكلام ده. لقوا كمان انها بتقلل تهيج الجهاز المناعي، فالجهاز المناعي يبدا يعني ما يهاجمش بعض الخلايا اللي في الجسم ويعمل التهاب في الجسم. لقوا ان ده مضاد للالتهابات في الجسم، والالتهاب ده حاجه خطيره جدا، معظم الالتهابات البسيطه اللي بتيجي في الجسم دي وعايشه مع الناس الكبار تلاقي جسمه دايما واجعه ومتالم ومتالم، ده من الالتهاب، وهو ده اللي بيقضي على عمر البني ادمين. وجدوا ان الالتهاب المزمن ده هو اكتر يعني شيء ضار بالانسان، واسبابه كتير يعني من ضمنها مثلا الهم والغم والمش عارف ايه، والتقدم في السن بيعمل التهاب في الجسم، والتهاب في اعضاء كتيره جدا، وده بيقضي على الانسان مبكرا، وكل ما كتر الاسترس وكتر الالتهاب عنده يموت بسرعه، وتجيله بلاوي كتيره. فلاقوا ان هو بيقلل عناصر الالتهاب ببساطه شديده جدا، تمام، وبيقلل تهيج الجهاز المناعي اللي بيبدا يهاجم خلايا ويلتصق بيها ويدمر حاجات في الجسم. تمام. اكتر حاجه بقى لقوها مهمه، لقوا ان البايكربونات دي بتساعد على زياده انتاج بروتين اسمه الالفا كلوسو. هتقول لي ايه الالفا كلوسو ده؟ الالفا كلوسو ده انا بقرا عنه كتير جدا، ده احسن انتي ايجينج ايجنت في الجسم، يعني احسن ماده مضاده للشيخوخه في الجسم، والناس لو تعرف تعمله ده وتديه للناس كان يعني يعمل لهم يعني يضيع الشيخوخه خالص. ماده الشباب، ماده الصحه، ماده المضاده للشيخوخه، ماده بتنتجها الجسم وبتقل مع السن، ولا كل ما تقل الاعضاء تتدمر. لقوا ان الكربوناتو دي بتزود وبصفه اخص في الكلى انتاج الالفا كلوس، يعني بترجع الكلى لشبابها وبترجع الجسم لشبابه بدرجه كبيره جدا، فيعني نتائج رهيبه. يعني ايه يعني البايكربونات دي بتساعد على من ضمن المواد المضاده للشيخوخه، بتحمي الكلى، بتساعد على ان المواد اللي بترفع الضغط تقل، بتطلع حاجات تحسن وظائف الجسم. ليه بقى؟ يعني انا اللي اعرفه، وده مش مذكور في البحث، ان الالتهاب اللي بيحصل عند الانسان وبيسبب له الام في المفاصل وبيسبب له التهاب ده معظم المواد الملهبه اللي بتطلع دي يا جماعه بتبقى احماض، بتيجي حاجه من احماض، حاجه اسمها اراكيدونيك اسيد، وبتيجي بقى من لاكتيك اسيد، في احماض كتيره جدا او مواد التهاب كتيره جدا لو صنفتها كيميائيا تتصنف تحت بند الاحماض. فالبايكربونات او صودا الخبيث دي ماده قلويه، فالضد بالضد، يدخل المادة الخلوية تتفاعل مع المواد الحمضية دي وتساعد على انها تبقى تذوب وتخرج من الجسم، تتحول الى مادة اكتر ذوبانا وتخرج في الجسم مع يعني اساسا مع البول، وتخلص الجسم من المواد الضارة دي بصفة اسرع. ف
فده اللي انا اعرفه ان معظم مواد الالتهاب كلها معظمها مواد حمضيه، مواد حمضيه بينتجها الجسم وبتساعد، وكل ما زادت يزيد الالتهاب. انا قلت لكم ايه، انا اول ما قريت البحث ده من ايام بسيطه جدا، يعني قلت ايه اللي بيحصل. اولا دخلت على النت ابحث عن ايه حاجه غير البايكربونات مفيده فيها غير البحث بتاع الراجل ده. لقيت ان الجماعه بتوع الماراثون وبتوع السايكلينج اللي بيجروهم من سباقات الدراجات، او بتوع الماراثون اللي بيجروا 43 كيلو، بيدوهم قبل التمرين بساعتين او ساعه ونص حوالي 3 جرام كربونات، يعني حوالي نص معلقه بايكربونات ياخدها ويجري. ليه بقى؟ لان هو كل ما هيجري هيطلع حمض اسمه لاكتيك، فعلى طول البايكربونات تتفاعل معاه. ولقوا ان هم لما يدوهم الكلام ده بيجروا حوالي 4-5 دقائق زياده عن زمايلهم اللي ما خدوهاش. تمام. فانا قلت بقى طب انا اجرب، يعني احب اجرب الحكايه دي. وانا عندي من الناس، يعني انا في السن بتاع من الناس اللي بيرجع من الشغل يعني مرهق وتعبان، وطول النهار طلوع سلالم وهنا ونزول وبتاع، تروح تلاقي رجليك يعني سمنه رجلك دي اكن واحد ضارب فيها ابره، وكعب رجلك تعبان. وانا عندي اليوريك اسيد برضه هو مش عالي خالص، بس النسبة بتبقى عاليه، اللي هو الحمض اليوريك ده بسموه حمض البوليك بالعربي، بتاع النقرس، يعني الملح بتاع النقرس او الماده بتاع النقرس. فتبص تلاقي كعب رجليك تعبانه وصوابعك تعبانه وراجع مكسر. تمام. فقلت اشوف بقى الحكايه دي ايه. وطبعا ما اعرفش الكلى بقى، الكلى يعني الواحد لازم يحلل وظائف الكلى ويشوف بقى ويتابع الكلام ده. فقلت اشوف انا ايه اللي انا هحسه لما اخدها. اول ما خدتها في يومها على طول بصيت لقيت ان الالام اللي عندي ديت بدات تروح بنسبه كبيره جدا، نسبه محسوسه لدرجه يعني انا مش مصدقها. مفيش الام في المفاصل طول النهار، عمال تتحرك اكتر واسرع من الحركه بتاعتك اللي كنت بتاديها. الاوجاع اللي بتجيلك في الجسم دي، كان الواحد مثلا لما يشوف يقعد في مروحه ولا تكييف تبص تلاقي هنا اكتافه وجعاه وظهره وجعاه وعاوز يروح يعني حد يعمل له مساج ولا ساونا. الحاجات دي كلها يعني من يومين، انا بقى لي يومين بستعملها ولا حاجه. بس في احنا انا بقول لكم في محاذير لاستخدام الكربونات، لان فيها ملح، فيها نسبه صوديوم يا جماعه. فالناس اللي ضغطهم عالي وضغطهم مرتفع يكونوا حذرين، يعني مش هنقول ما ياخدهاش، ياخدها ويقيس الضغط، لو لقاها هتزود له الضغط يتوقف عنها او ياخدها بمقدار قليل جدا، يعني يتابع موضوع الضغط بتاعه. لان اخشى انها بسبب ملح الصوديوم اللي فيها، لان هي اسمها صوديوم بايكربونات او بيكربونات الصوديوم، فيها شويه صوديوم اللي هو ماده من موجوده في ملح الاكل، ملح الصوديوم كلورايد، فدي ممكن تاثر على الضغط، فيجب ان هم يحذروا شويه. ده بالنسبه للناس اللي عندهم الضغط. في ايه تاني على الصوديوم بيكربونات؟ انا عاوزكم تجربوها، وبالذات الناس اللي هي بتحس بالام في جسمها او خايفه على الكلى بتاعتها وما عندهاش ضغط مرتفع ولا حاجه، ودي حاجه رخيصه عاوزكم تجربوها. ويا ريت دي تجربتي لها، اللي بقوله ده تجربتي في خلال يومين ثلاثه. فانا حتى هكتب بعد كده في التعليقات، الى جانب طبعا ان انا هحط اللينك بتاع البحث ده في الوصف وكلام ده، وهكتب في التعليقات ممكن بعد اسبوع او اتنين او تلاتة هل التأثيرات اللي انا شفتها دي مستمرة ولا راحت. وعاوزكم انتوا كمان تكتبوا لي تجربتكم مع البيكربونات وتقولوا لي انتوا حسيتوا بايه، بالذات الناس اللي بتحس بالام في جسمها. وطبعا موضوع الانتي ايجنج افكت بتاعها اللي تاثيرها على الشيخوخه والكلام ده ما نعرفش بقى، دي عاوزه وقت طويل ودراسه كبيره تستمر لمده سنوات طويله، وغالبا بيجروها على الفيران، يعني عشان الفيران بتدينا نتائج سريعه. ويمكن يطلع بحث جديد للموضوع ده. وانا عملت اتصال مع الدكتور اللي هو الراجل اسمه بيدرو هنريكو سيلفا ده، بعت له وبعت لي البحث وبعت لي اصول البحث وبعت لي النتائج اللي معمول عليها البحث، وممكن الواحد يلفت نظره كمان الى ان هو يتابع بقى موضوع البايكربونات ده، يشوف الانتي ايجنج افكت بتاعها، هل هي تاثيرها على الشيخوخه وعلى اعراض الشيخوخه بتاعه الناس. يمكن حاجه رخيصه زي كده تكون لها فايده كبيره جدا، ازاي تستعملها. خلينا مع الفيديو دوت ونشوف هنستعملها ازاي. الطعم بتاعها دايما بيبقى سيء، وده بيخلي ناس كتير قوي مش قادره تتقبل ان هي تتذوقها. فدايما ان احنا بنحاول عشان نضيع طعمها، ناس بتحط حاجات مسكرة، تحط عسل، يعني حاجات تحلي الطعم، ولكن لما تحط طعم مر مع طعم مسكر النتيجة بتبقى سيئة جدا. فانا اقول لكم هنا الطريقة اللي انا بعملها،
او يعني في طريقتين انا بعملهم علشان ما احسش بالطعم بتاع الصوديوم بايكربونات او بيكربونات الصوديوم باللغة العربية الى حد كبير. انا طبعا بحط هنا حوالي نفتح الكيس ده جايبه من عند بيبيعوه من العطار ولا من البقال، بتحط حوالي نص معلقه او معلقه الا ربع في اليوم. وزي ما قلنا ان احنا مش هنمشي على طول على صوديوم بيكربونات لان احنا مش عاوزين نحول الدم بتاعنا الى قلوي على طول، لان ده برضو ده له اعراض جانبيه. احنا هنستخدمها ممكن لمده اسبوعين في الاول، بعد كده كل يومين كل 3 ايام نفتكر ناخدها مره. بنحط معلقه الا ربع من الصوديوم بيكربونات ونحط عليهم ميه ونحاول ان احنا ندوبهم. هي بتدوب بسرعه. طبعا انا لو قست دلوقتي نسبه القلويه او الحاجه بيسموها البي اتش بتاع المحلول ده هتكون في الوسط القلوي، دي مادة قلوية ولكنها ليست شديدة القلوية زي الصودا الكاوية والحاجات القاتلة دي أو البوتاسة الكاوية، دي مادة قلوية ممكن يتحملها الجسم لفترة طويلة، ياخدها لفترة طويلة. شبه دابت طبعا، انت لو دقت طعمها دلوقتي هتلاقي طعمها مقزز جدا وده اللي بيضايق الواحد. في عندنا طريقتين، الطريقة الأولانية ان انا في كوباية تانية احط شوية مية كمان أدوهم ولا حاجة، وبعدين أعصر عليهم نص ليمونة. أعصر نص ليمونة. الليمون فيه أحماض بنسبة بسيطة تقدر لما أحطها عليها تعمل لي فوران. الفوران ده بيخليك ما تحسش بالطعم، زي الناس اللي بتشرب فوار كده، عشان الفوار ده بيبقى فيه املاح طعمها وحش، بس الفوار بيخليك ما تحسش بالطعم. ممكن بدل ما انت تحط الليمون ده تجيب اصلا كيس فوار، بدل ما تستعمل ده خالص تجيب كيس فوار وتحطه على دي. كيس الفوار اللي بيتباع عندنا في مصر ده، معرفش بيتباع حاجه زيه في الدول العربيه ولا لا، كيس الفوار ده برضو فيه صوديوم بايكربونات بنسبة بسيطة، زائد في قاعدة فوارة في حاجة تخليه يفور، ممكن تحطه عليها يفور على طول، او انك انت بدلها يعني الناس عاوزة تمشي طبيعي 100% تحط الايه نص الليمون ده ويبدأ يفور، فانت ايه تستعمله على طول وهو بيفور. يعني تقريبا ما حسيتش بالطعم السيء بتاعها، ولو انا شربتها كده كانت هتبقى سيئة. طبعا تشربه على طول وهو بيفور. لو انت جربت دي نفس الكلام تاني، بس انا هعملها بس مش هشربها بقى، لان انا مش قدرش اشرب الجرعتين دول مرة واحدة، وإلا يعني ابقى ايه يعني عملت قلوية لجسمي اكتر مما اليوم محتاج. يعني دوبها كده وبعدين تستنى لما تدوب، وبعدين بقى هنا بقى هتشوف فوران اكتر. تجيب كيس بقى المفوار ده اللي بيبيعوه في الاجزخانات وتروح ايه حاطط منه، حطه هنا على طول، هتشوف بقى فوران اجمد بكتير. تلحق بقى تاخدها تشربها وهي بتفور علشان الطعم ما ايه ما تحسش بيه خالص. فدي الطريقه اللي ممكن تاخد بيها الصوديوم بايكربونات وما تحسش بالطعم بتاعها. وطبعا كل واحد بيحب يعني الطريقه اللي تعجبه او بيستحمل الطعم، يبقى هو ده براحته خالص ومفيش عنده اي مشكله خالص. ديت ايه حاجه بسيطه كده عن طريقه استعمال البايكربونات. وزي ما قلنا ممكن استخدمها لمده اسبوعين متواصلين، ثم بعد كده يبقى مقطع لان انا استمر في عمل قلويه للجسم للدم بنسبه مش عاليه، بنسبه تكفي قوي لاذابه المواد السامه والمواد الضاره اللي في الجسم. ده كان اللي عندنا النهاردة في الحلقة الجميلة والمفاجأة الرهيبة دي، ويعني إن شاء الله إلى حلقات قادمة فيها حاجات كتيرة مهمة. يمكن الحلقة الجاية نتكلم عن حاجات جديدة خالص عن زيت الزيتون، ونشوف قد إيه القرآن كان معجز إن هو نبه على زيت الزيتون، وكلام كتير وتجربة برضو شخصية وأبحاث علمية من بلاد الغرب بتقول كلام عن زيت الزيتون مفاجئ جدا. يمكن غالبا الحلقة الجاية هتكون عن كده. أشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.